سجلوا معايا الباكورة، خلينا ناخد دول من هنا، الباكورة الهندية أو الكباب البحريني الرائع جدا واللي يجنن. عبارة عن بطاطس مفرومة صغير خالص، جزر مبشور، ممكن نعمل كوسة، ممكن نعمل ليتشو اللي هو الكرومب، عندي بقدونس، عندنا فلفل حار مفروم أو فلفل رومي، الخضار انت شكلي فيها براحتك خالص، عندنا بصل أخضر، بيضة، كركم، كاري، وعندنا شوية بيكنج صودا أو بيكربونات صودا أو بيكنج باودر، يعني براحتنا خالص. عندي دقيق حمص، وعندنا كمان بصل مفروم ناعم جدا، وعندنا شوية كمون. يعني بصوا تتبيلة حلوة قوي وبسيطة جدا، وزيت للقلي طبعا ده ضروري ضروري ضروري، ملح وفلفل اسود. بعمل ايه؟ اول حاجة بعملها وشوية مية ضروري قوي، شوية المية دول، اخد البيضة، اخد التوابل بتاعتي، بحط شوية مية وابتدي اخلط. في اللي بيحط صلصه طماطم، في اللي بيحط بابريكا، بصوا هي تختلف من منطقه لمنطقه ازاي بتتعمل، بس هي طريقه بسيطه جدا وسهله قوي وحلوه جدا جدا جدا. عندي هنا الدقيق، وعندنا دقيق الحمص اهو، بصوا بتبقى معايا ازاي، شايفين اهي، شايفين المنظر. ابتدي بقى انا انزل بالبصل بالبطاطس، على فكرة ممكن نقطعهم جوليان بدل ما نعملهم كده، بالخضرة بتاعتي، بالجزر، ابشروه ناعم. انا هاخد شوية من هنا وشوية من هنا واسيب ده نزين بيه، خليه هنا، ونحط البصل الاخضر وكمان الفلفل الحار، ممكن تعملوا فلفل عادي جدا. الزيت بتاعي سخن جدا ولازم يبقى سخن جدا، هعمل ايه؟ بصوا بقى، او بايدي على فكرة، ها، يا كده يا كده، اضغطها بالشكل ده اهو، شايفين، عشان ما تفكش معاكم. ونقوم جايين هنا على طول بس كده، افضل احمر فيها بالطريقة دي، بتبقى معايا حلوة. الحجم احنا بنتحكم فيه زي ما احنا عايزين. بسم الله، بتبقى حلوة جدا، بصوا منظرها، ونشيلها بالطريقة دي بس كده، خليها تتحمر شوية ونكملهم بنفس الشكل ده. تبقى معانا الباكورة الهندية جاهزة عشان نعملها ايه؟ عشان نعملها في الزيت على طول. بنقدم معاها سلطات براحتنا خالص اللي احنا عايزينه، بس هي سلطة الخضرة بتبقى عبارة عن زبادي، وكمان عندي ليمون مخلل، وعندنا معاها شوية من البقدونس، بيبقى حلو جدا. هعوز تقريبا انا الكبة الزغنطوطة عشان نضرب كل المكونات دي مع بعضها، ما بنعملش اي حاجه غير اننا بنضربهم في الكبه، يبقوا معانا كلهم حاجه واحده لا اقل ولا اكتر. طبعا تعالوا شوفوا معايا الصلصه الخضراء اللي بنقدمها معاهم، بقدونس، زبادي، ومعاهم ليمون. خلينا ناخد الزغنطتين دول، يلا ناخد دي كمان كده، ليمون مخلل، ونضرب كل المكونات مع بعضها، بتبقى حلوة جدا، بتتقدم كده يعني حاجة صراحة قمة الحاجات الحلوة. ما بنحطش لا ملح ولا أي حاجة، الله، السلطة بتاعتي جاهزة للتقديم، والباكورة كمان شوفوا منظرها، بصوا يعني بصوا المنظر، شايفين اهي، حاجة بصراحة يعني طعم حلو وحاجة رائعة وحاجة فعلا تستحق التجربة. خلينا نسيب دول كمان يتعملوا شوية حلوين،